تعيش غالبية المستشفيات في الوطن غليان غير مسبوق بسبب التقاعد المسبق، خاصة مع تمسك عمال القطاع الخروج في تقاعد قبل تطبيق الحكومة للقرار، إلا أن ذلك يضع المؤسسات الاستشفائية في الوطن في مواجهة شبح نقص اليد المؤهلة. مزيد من التفاصيل مع نسيم الوافي ورفيقة خلف الله. مع بدء العد العكسي لدخول قانون إلغاء التقاعد النسبي حيز التنفيذ، خرج عمال وإطارات سلك شبه طبيين عن صمتهم للمطالبة بإحالتهم على التقاعد بعد تجميد ملفاتهم رغم تأدية غالبيتهم لأكثر من 32 سنة خدمة، الأمر الذي لم يستطعه شبه طبيين. حاليا حبوا يطبقوا علينا قانون تاع 32 و 52، الأغلبية بالك الأغلبية الساحقة ما داروش، داروا لي 32 ans de carrière مي مازال ما لحقوش لاج دو 52 ans توت ان كارير، وحنا اون دوني بليس كو لو فو من لحد الان فصاعدا اون بو بلو دوني. لا فارماسيون باراميديكال حبسوها من 96 الى يومنا هذا، صادرين نقصوا، ما كاش تخدم وحدك دائما وحدك وحدك ما تقدرش. لو كان ما يسنيوناش نخرجوا درك قبل هذا القانون الجديد هذا اللي خرجته الحكومه 2017 نولوا نزيدوا حتى 60 سنه. رغم اصرار موظفي شبه طبي على الخروج الى التقاعد بعد تاديتهم لسنوات الخدمه القانونيه، غير ان العجز الحاصل في هذا السلك نتيجه غياب التكوين يحول دون ذلك. المطلوب هو انه يعني تسريع عمليه التكوين والرفع من عدد المكونين حتى يعني نقدر نغطي هذا لو ديكالاج بين لو ديبار لا ريتيت اوتيسيبي الى فورماسيون انيسيال. هي إذن بوادر أزمة حقيقية بدأت تلوح معالمها في قطاع الصحة، فهل ستتمسك الحكومة بتطبيق قرار إلغاء التقاعد المسبق رغم انتفاض الجبهة الاجتماعية ضد هذا القانون؟